طب ليه الناس اختزلت داروين في الإنسان أصله قرد؟ لانه هو هقول لك، هو الحقيقه يعني سؤالك جميل جدا. هو عمل النظريه دي او اصول النظريه اللي قعد 5 سنين يجمع فيها في كتابين. اول كتاب اللي هو اوريجين اوف سبيسيز اللي هو اصل الانواع، والكتاب الثاني اللي هو ديسنت اوف مان اللي هو تسلسل الانسان. الحته بقى دي هي اللي طلع في اول كتاب اتكلم عن النبات والحيوان فقط. قالوا كان زي بيجس نبض كده بيشوف الناس هتقول ما ايه. جابش سيره الانسان خالص في الكتاب الاولاني. قال لك ان العالم ده ابتداء من الدوده او الاميبا الصغيره لحد ارقى انواع الحيوانات، هم كلهم من اصل مشترك زي ما التقرير قال دلوقتي. يعني ايه كلمه اصل مشترك؟ يعني مفيش خلق، مفيش. احنا عارفين ان نظريه الخلق العالم كله او الكون كله اتخلق دفعه واحده، مفيش حاجه جت من حاجه. انما كلام داروين ده ياكد لي ايه؟ ان مثلا النبات او الحاجات اللي ملهاش شعور، بعد شويه جه الحيوان اللي ليه شعور. الفارق بين الكلام ده في تسلسل رأسي هو فارق في الدرجه وليس فارق في الكيف. تمام؟ فعشان كده ما جابش سيره الانسان في الكتاب الاولاني، اقتصر على الجزئيه الاولانيه، عالم النبات وعالم الحيوان، وكان منهجه منهج طبيعي فقط. نظريه الانتخاب الطبيعي نظريه آليه تماما، لا علاقة لها لا بالغائية، يعني مفيش غائية في الكون، مفيش حاجة اسمها خلق. جه بقى في ختام الكتاب، يعني طبعا الكتاب انا قارياه كله الاجنبي بتاعه، وقال عبارة صغيرة قوي الناس كلها راحت لقطها عشان تمسك الخيط منها. قال كان زمان قوي في المادة الحية كان في حاجة قديمة قوي نقدر نقول عليها انها مخلوقة. يعني ادي الكلمة اللي هو ايه قالها، ورجع ندم عليها ندم شديد جدا وتراجع عنها تماما، وراح عامل الكتاب بقى التاني اللي هو تسلسل الإنسان، وقال إنه ماشي مع نفس الخط. هو قيل انه كمان مش بس كده، انه كان يعني انه وضعها بحاله ذكاء، ان اللي عايز يهاجمه على الشكل ده. فانا حطيت جمله في الاخر أيوة. ممكن يعني تقول يعني منها عشان يعني اللي افكار. بنقول عليها كده يعني يبعد العيون عنه أيوة. يعني بس، لكن هو قال كده. انا ندمت عليها. ولما كتب الكتاب الثاني بقى اللي هو بينه وبين يعني، او الكتاب الاولاني 1859، الثاني 1871، ففي فرق كبير جدا بين الكتابين. راح على طول اعلن تماما، قال ان الانتخاب الطبيعي وقواعد الانتخاب الطبيعي تسري على عالم الانسان كما تسري على عالم الحيوان. الفارق الوحيد اللي حطه لنا، وعايزين نقول ايه الفارق بقى اللي، طب يعني كده مفيش فرق بين الانسان والحيوان، وهو قال ان الانسان هو القرد بس في الدرجه العليا اللي هي الشمبانزي يعني. يبقى اذا كده هو نفى تماما نظريه الخلق بتاعتنا وهاجم. وطبعا هو ليه تهاجم وليه النظريه تهاجمت؟ خلي النقطه دي نختم بيها يعني. حاضر. يعني النقد بتاع النظريه خليه للاخر يعني. حاضر. فلما بقى حط الكتاب ده وليه عباره بقى يعني انا حطها كده بين قوسين، بيقول انا افضل اني انا اكون من نسل الحيوان او الشمبانزي، واكون لان الشمبانزي هنا يعني لما حارسه يعني يكون في خطر، فالشمبانزي بيدافع عن الحارس بتاعه ده، فهو بيفضل يبقى من عالم الحيوان ده عن انه يكون من عالم الانسان، اللي الانسان ده بيتميز في من وجهة نظر داروين طبعا. وعلى فكرة المقولة اللي هقولها دي فيها شيء من الصح النهاردة، إنه الإنسان ده بيقتل أخوه وبيقتل عدوه ويشرد أطفاله بدون وازع من ضمير. يعني إذا هو الراجل عايز يبقى خلاص، يبقى هو من الفصيلة الحيوانية، مش عايز يبقى من الفصيلة الإنسانية. ليه؟ لأنه هو شايف إنه يعني أدنى درجات الإنسانية يقابلها اعلى درجات الحيوانيه، فخليني في الحيوانيه احسن يعني.